تكونين حامل بالطفل، المواد السكرية لازم تقلليها لحد الإمكان. فترة الحمل ليكون تضعفين نفسك على الإطلاق. الزيدين البروتينات، اللحوم، حليب والقضايا. قل شيء يومية 3 كلاصات لو حليب لو لبن لازم تأخذين، لأنه أهم أغنى شيء بالكالسيوم، وهذا اللي راح يأثر على تطويل ابنك. الفواكه لا تنسين متروسة فيتامينات. دائما على السفرة مع الوحدة حامل لازم خضار موجودة. شو أسوي دكتور حتى رضيع يطول؟ الحليب الأم حسب القرآن الكريم حولين كاملين. دكتور ما عندي حليب، دكتور حليب خفيف، دكتور مية زايد، هذا حكي خرط. الله تعالى خالق لك حليب أفضل أكل للطفل. شوف الدقة مالته إلى أي درجة. إذا الطفل بالصيف عطش، إحنا كأطباء نقول للأم لا يكون تطي ماي. ليش؟ دكتور عطشان، الدنيا حارة، تموز. بوية الطفل من يعطش، من يقل الماي مال جسمه، لسانه يصير خشن. الخشونة مال اللسان من ينتخب ثدي الأم، أوتوماتيك الحليب ماله راح يزيد. هاي عظمة الله تعالى عزيزي. عندنا هسه فترة بين الرضاعة وبين دخول المدرسة، طفل عمره 4-5 سنين، هسه شوفني هذا شايل موبايل، هذا شايل تابلت، 3 ساعات 4 ساعات. بوية هذا يقصر الطفل، مالش ابنك يطلع قصير. أنا من أشوف تابلت بيد أطفال أخذه من عنده أقول له تروح تلعب جوا. كل ما زادت الحركة عند الإنسان زاد الطول. بجلد اكو كوليسترول. الله تعالى خلى قابلية انه هذا الكوليسترول يتحول لفيتامين دي حتى يقوي العظام. من اللي يدخله يحوله الى فيتامين دي؟ الشمس. الشمس احسن عامل يغير الكوليسترول لفيتامين دي. فعرض الطفل للشمس يوميا ربع ساعة كافي. ربع ساعة افضل شمسة، شمسة الظهرية. انت يوم روح وياه، انت يوم روح بالليل بالشمسة. بدل الحلويات والبيبسي وهالقضايا المزخرف هاي، تطين للطفل فستق وفستق عبيد وجوز وهالجهازات، لاني تاخذ خضار حتى تامن نمو طفلها من ناحيه الطول. اما طالب الابتدائيه، اول توصيه لكم انه تديروا على ساعات نومه. شنو خلته يقعد لذاك الوقت؟ تدرين ايش يقعد؟ نشوف ما هو قاعدين، مو بيقعد للوحده وثنتين نص الليل يتفرج التلفزيون، والله حرام عليك حجيه. شنو خلته يقعد لذاك الوقت؟ فأني أفضل عزيزي أنه الأم والأب يصيرون قدوة، ينامون من وقت حتى الطفل ينام من وقت. فتشيام لا تنسون الطفل إذا كان سمين بهالعمر، أولا قبل 10 سنين لا تنزلون وزنه، بعد 10 سنين خلي يكون الطبيب مالتكم بصدق طبيب يراعي الأصول الغذائية حتى ليس طول الطفل قصير.